وموضوعنا له الحقيقة أزمة التعليم العالي والبحث العلمي مازال تظهر تخيم بعد حتى الاتفاق اللي صار مع الاتفاق الأول اللي هو مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتفاق زاد الثاني اللي موجود مع إجابة. سي حسين بوجرة يقول وأنه لا يحق لوزير التعليم العالي إمضاء اتفاقية مع إجابة، وعلى ما يبدو البوليميك مازالت متواصلة ومازلنا ما وصلناش الحل في أزمة التعليم العالي والبحث العلمي. معنا عبر الهاتف سي حسين بوجرة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. صباح الخير سيدي. أهلا بيك، صباح النور. ربي يفضلك. مرحبا، يعيشك. وانا تنضون تجيب حذانا، تنورنا وتشرفنا بحضورك بحذانا. سي حسين، حابين ناخذ معاك المصافحة الصباحية هذية وبش نرجع على أزمة التعليم العالي والبحث العلمي. يظهر لي مازالت ما تفضتش. يبدو لي أن الأزمة بالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس بدأت قبل التحركات اللي عرفتها الجامعة التونسية أخيرا. أزمة أولا على مستوى موضوعي، هناك نقمة كبيرة من قبل الجامعيين على مستوى تأجير الأساتذة الجامعيين الذين هم رغم شهاداتهم العلمية فإنهم أصبحوا خاصة خلال هذه السنة أصبحوا أقل أجور ممن يقومون هم بتكوينهم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية عندنا برنامج متاع إصلاح متاع منظومة جامعية ومتاع البحث العلمي وقع الإمضاء عليها من قبل كافة الأطراف خاصة وزارة التعليم العالي والاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة منذ أفريل 15، ووقع الاتفاق على أن يقع تفعيل ما ورد في هذا الكتيب عن مشروع الإصلاح، إلا أنه إلى يومنا كل ما تحصلنا عليه هي خطابات استهلاكية لا غير من قبل السيد الوزير الحالي ومن قبل الوزراء السابقين. هذا من ناحية ثانية. أما من ناحية ثالثة فأعتقد أن هناك لخبطة كبيرة أيضا على مستوى التعامل مع النقابات، وفي نفس الوقت عدم احترام للنصوص القانونية المنظمة. الفصول 37 38 39 من مجلة الشغل واضحة وصريحة تقول أن التفاوض والإمضاء على محاضر اتفاق تكون فيها أبعاد مالية لا يمكن أن يكون إلا مع الطرف الأكثر تمثيلية. الطرف الأكثر تمثيلية هي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجامعيين بمختلف أسلاكهم، على مستوى الأساتذة الباحثين، على مستوى التكنولوجيين، وعلى مستوى المبارزين. عموما الجامعة العامة تتجاوز بكثير النقابة الموازية الأخرى، وعلى هذا الأساس وعد السيد وزير بتطبيق القانون وقال أنه سيكون هناك حوار، بينما في الواقع هو لاعب على الألفاظ ليس إلا، تحول فيما بعد إلى تفاوض وإمضاء على محاضر. نحن نعرف جيدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمضينا على العديد من المحاضر ولم يقع تطبيقها طيلة سنوات وسنوات. كل هذا في رأيي يحمل المسؤولية كاملة على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نحن في الأثناء سنقاضي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذه النقطة بالذات. سي حسين، بربي سؤال هوني توا، احنا اللي في بالنا وقت الاتفاق اللي صار بينكم وبين وزارة الإشراف ورحبتوا بهذا الاتفاق اللي جاء في أفريل، وقلت وأنه هذا يعتبر إنجاز ورغم اللي ما هوش مكتمل ولكن إنجاز ورحبتوا به ماليا وحتى على مستوى السلاح وغيره. طيب في هذا اللي ما كانش معناتها مرضاتش عليه النقابة، تقول أنت نقابة إجابة اللي مرضاتش عليه، اي ولكن نقابة إجابة جاء المطالب نتاعها ما هيش ليه فقط للجامعة التونسية ككل. وشنو المشكل إذا اتفقت معها؟ الأزمة اللي صارت في وسط الجامعة يتطلب وأنه وزارة الإشراف تحل باب التفاوض مع الناس الكل. شنو المشكل؟ أنا مشكلي الوحيد هو قبل التفاوض، هو أنه هناك خطر كبير تهدد السنة الجامعية. الموازية صرحت في العديد من المناسبات أن السنة ستكون بيضاء. نحن كنقابين نرفض هذا الكلام. لا يمكن أن نحمل مسؤولية عدم الاتفاق ما بين النقابة أو النقابات وما بين الوزارة على أبنائنا الطلبة. واحد. اثنين، هذه النقابة هي نقابة دعت إلى إضراب، إلا أن هذا الإضراب لم يشارك فيه إلا أقل من 6% من مجموع الأساتذة. نحن أيضا ضد أن يقع رهن الجامعة التونسية في يد أقلية قليلة من الأساتذة الجامعيين، لأن 84% من الأساتذة رفضوا الدخول في هذا الإضراب. ومن ناحية ثالثة مطالبهم ما تعنيكمش أنتم، مطالبهم هما والله مطالبهم عامة جدا. وأنت عندما تطلع على الاتفاق الأخير الذين أمضوا فهو كان مهزلة
في تاريخ المحاضر النقدية. عندما تقارن مثلا بين المحضر الأخير الذي قمنا به نحن كجامعة عامة التعليم العالي، فقد أمضينا على محضر فيه منحة أولى ومنحة ثانية ومنحة ثالثة ومنحة رابعة، أجل الصرف والتحديد الدقيق لكافة المبالغ المالية التي سيتحصل عليها الأستاذ الجامعي. ما تراش وأنه إنجاز هذايا أنتم من عم شيرتكم وهو مشيرت، ما تراش وأنه هذايا مكسب للجامعة؟ لا، الاتفاق الأخير الذي أمضوه لا نجد شيئا، نجد ترفيعا بنسبة 0.25% من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدون أن يقع تحديد أن هذه النسبة سيقع كلها صرفها لصالح الأساتذة الجامعيين. هذا قيل في الاتفاق نوار سو بلان، قيل أن هناك انفاق على وزارة التعليم العالي، على البحث العلمي، على التجهيزات وعلى الأساتذة الجامعي. كيف يمكن لمحضر نقابي أن يكون بمثل هذه الشكل؟ إجابة مادة يدها إلى لكم أنتم نقابتكم أنتم، وهذا تقال هوني عنا في الـ في الـ في الـ في برايم تايم، وكنت نتصور طلعت عليه التسجيل. نعم، مدين نعم يدهم. نعم. مدين أنا يدهم. أنا سأرد على ذلك. مدين يدهم ويحبوكم مع بعضكم، هات نبني الجامعاتنا مع بعضنا ونحافظ على جامعاتنا العمومية. والله أخي العزيز هيك ما نريده. أما عندما تقوم النقابة الموازية بعدم الاعتراف بأرقام مثبتة رسميا لدى المركز الوطني للإعلامية، اللي بمقتضاه هناك عدد للأساتذة الجامعيين الذين يقتطعوا من مرتباتهم لصالح نقابتنا، والذين يقتطعوا من مرتباتهم لصالح النقابة الموازية. عندما يقع التشكيك في هذا ورفض كل ما له علاقة بالأمر، عندما يقع التشكيك في النسبة التي أعطاها رؤساء الجامعات ومديري المدارس والعمداء، اللي يقولوا بصريح العبارة أنه فما 94% من الأساتذة ما شاركوش في الإضراب، أنه 85% من مؤسسات لم تشارك في الإضراب، كيف لنا أن نتعامل مع مثل هذه النقابة الموازية وهي لا تعترف بالواقع؟ فإذا لن تتعاملوا مع نقابة إجابة في إصلاح أو في التفاوض أو في توحيد المطالب؟ لا، في الإصلاح احنا قلنا كافة الأساتذة الجامعيين من حقهم أن يشاركوا باسمي وباسم نقابتهم وباسم هيئتهم البيداغوجية وباسمهم حتى الشخص. وقلنا في الأثناء أن هناك استشارة وطنية قام بعض القياديين اليوم في إجابة بالمشاركة فيها. نحن لسنا ضد مشاركة أي كان، بالعكس كافة أطراف يجب أن توجد، وفتحنا المجال واسعا لكافة النقابات الأخرى من موظفين وعملاء، من نقابات طلابية بتنظيميها الاثنين. بالعكس الإصلاح مفتوح للجميع، لكن المفعول المالي مثلا بالنسبة للأنظمة الأساسية هذا أمر ليس مفتوح للجميع حسب النصوص القانونية المتوفرة. واضح فما أزمة اليوم مازالت متواصلة، لأنه فما بعض الجامعات التولى اليوم مازالوا مخذوش المعادلات متاعهم ومازالت متعطلة أمورهم حتى في ديستاج باش يخرجوا لبرا وغيره. الإشكال هذا وقتش يتفضل سي حسين؟ أنا أقول أنه إلى حد الآن لم يقع تحديد أجال وقع الاتفاق عليها لإكمال مشوار الامتحانات، وهذاك هو مآل السياسة المرتعشة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سياسة الأيدي المرتعشة، وأيضا السياسة الانتظارية العقيمة كان عليها أن تحل هذا الإشكال منذ جانفي، منذ فيفري، وليس إلى آخر دقيقة. هنا فشل وزارة التعليم العالي التي خضعت لكافة الضغوط ولضغوط حزبية لا علاقة لها بالجامعة والجامعيين. واضح، بارك الله فيك. إذا عندك مازال مضيف في الأزمة المتواصلة يظهر على ما يبدو أوناتوندو جي بحثنا سي حسين. أنا كل ما أود أن أقوله أن هناك قانون فيصل بيننا. مثلا على مستوى الديمقراطية السياسية والأحزاب هناك قوانين توضح كيف تكون المنافسة بين الأحزاب، والمنافسة بين الأحزاب في البرلمان، وهذه لمحة إلى بعض السادة النواب الذين يقولون يجب أن يقع التفاوض مع النقابة الموازية، أن هناك قوانين تقول بصريح العبارة أن من يتحصل أكثر أصوات هو الذي يقع تعيينه نائبا في مجلس نواب الشعب. نفس الشيء بالنسبة للنقابات، المعيار الأساسي عندنا حسب القانون التونسي هي قضية التمثيلية بالنسبة لعدد المنخرطين. تقريبا تقريبا يحكيوا على 4000 منخرط معاهم في نقابتهم، معناتها هذوما ذويهم معناتها ما يعنيوا لكم حتى شيء. 4000 تقريبا سيدي الكريم، أنا سأبعث لك بمراسلة رسمية من هذا المركز الإعلامي
المركز الوطني الإعلامية يقول صراحة أن منخرطيهم 1600 بينما منخرطينا نحن هو في حوالي 7000 منخرط، مع التأكيد على أنه لم يقع احتساب الجامعين الذين هم تحت إشراف المزدوج، يعني ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة الفلاحة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وما إلى ذلك، الصحة وغيرها. واضح. دونك ما بين 7000 و1600 أخي العزيز هناك اختلاف كبير. أنا كل ما أطالبه أن يعترفوا بهذا الواقع، ليس هناك عيب في الاعتراف بالواقع، اعترفوا بالواقع، طبقوا القوانين أنتم ووزيركم معكم، ثم نتحدث مع بعضنا كيف يمكن أن تكون لنا مطالب للجامعين بصفة متحدة. واضح. شكرا لك سي حسين بوجر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على تدخلكم معنا وعلى كل هذه المعطيات.